كان مريض كانسر. كانسر بالضبط. قعد 7 سنين مريض. قعد 7 سنين مريض كانسر. هلا ايه اللي حبيت اقوله؟ توفى والعيال صغيرين. توفى وهم صغيرين. كنت بتشتغلي وهو موجود؟ اشتغلت طول عمري. بعد ما اتجوزت بسنة كده والظروف ما كانتش قد كده نزلت، لأني كنت في الشغل ورجعت تاني. كملت في شغل تاني طبعا. ربنا عيني عليه، ما ربنا افتكره برحمته وخده بعد مرضه كملت بيه طبعا. حتة ربيتهم ازاي؟ من عند ربك. ثلاثة. كبير بلال الحمد لله كان بيشتغل جنب دراسته وجنب كليته وخلص وبقى شغال في الضفاير مدير. حوده حبيبي كان لسه بقى مخلص كليه بس كان بيشتغل بقى له اكتر من 6 سنين. اولى سنة محمود شغال. كان جدع وبيسندني في كل حاجه، احتاجته في اي حاجه كان حواليا يدولي كل حاجه في البيت. اميره طبعا في سنه رابعه السنه دي جامعه. طبعا تربيتهم بقى انت هتسمعها. طيب محمود انت قلت لي اتكلمت قبل ما يموت بيوم يوم السبت ومات الاثنين. كل اللي قالوا لنا وانا قاعده انا واميره كان كل ما الاقي رقم غريب نقول هو، لان الرقم ده مش رقم موبايل، لقيته هو اللي انا محمود. بصوته في حزن كده، في حاجه عارفه الوحشه ليكي كده مش عارف. هو نزل ترجى القائد يقول لك عشان بيحبونا في ظل رغبتهم ممنوع حد يكلم القيادة. كلمه الدقيقتين اللي كلمني تاني يوم راح يعمل نفس الحاجه وحاولوا برضو ينفذوا رغبته. والده يعني كل فين وفين ما بيجي لك في حلمه جالي قبل الفجر بشوف حاجه. بص احنا بنقوم نصلي بقى الفجر حاضر من يوم ما محمود راجع الجيش. انا واميره تعينا كده للفجر بالذات ما قعدناش نفوت حتى لو انا تعبانه. فقبل الفجر حلمت برؤيه والده جالي، اديته ورده جميله قوي في ايده بس خدها وزعلان. قمت من النوم قلت الاميره في حلمي يا اخويا. قالوا لي ماما بابا زعلانين كانوا ما بنزوروش. رحنا الجمعه خدتهم البنت والولد ورحنا الجمعه عنده زورناه وتصدقنا وقعدنا شويه وروحنا. رجعت نمت وقمت شفت نفسي بيتي اتطرق عليا وانا بره مش عارفه افتح الباب. وافتحي ده عند واحده في برفقات زميله ليا في الحلم وفعلا هناك عايزه اروح اجيبه في الشارع ولا تاكسي راضي يوديني. قعدت اجري في الشارع وقفت كوسه مفيش لغايه ما الدنيا غيمت. ببص لقيت بيتي مطلع نار. حلم تاني؟ تاني حلم بقى محمود راح بيه. دي الحلم النار اللي ولعت في بيتي لما دام سؤال. دي الحلم. قلت الحلم الامير مكنتش عارفه انه محمود. يا ماما يا حبيبتي بس ده كابوس يا حبيبتي كابوس يا ماما ما تقعديش تعلق. قلت لها الحلمه دي مش متفائله خير، حد فيكم هيحصل له حاجه؟ حد فيكم؟ لان جوز اختي في السعوديه يحلمها هي لو عملوا حادثه. الاثنين شابين ورا بعض وانا لقيت نفسي الحلم. بس ما كنتش عارفه ان محمود يا حبيبي كان ازاي وجنازته ازاي والحمام اللي كان واقف على التربه مستني. انا ما شفتش الناس بتتكلم، ما كنتش شايفه حاجه. شفتش غير وشه جميل الابيض اللي هو جسمه جميل كده وخلقته جميله كده. محمود كان بيضحك وشه منور بيضحك. ربنا يخلف من خير ان شاء الله. شايفاه كده ماسكه العالم طبعا. ريحته فيه مدام ساعه شم ريحه المسك وانت شم المسك اللي يقول لك ساعه ما تنطق وكفنوه ريحته كانت تقول المسك عامله ازاي عشان هو في الجامع ان شاء الله. الله يعاون على قلبي محمود في الجنه الله يعوضه. اما بقى بالنسبه لاميره كان نور عينها، نور عينها بمعنى نور عينها. الاخ الحنين اللي بيشوف طلبات اللي ما بيستناش ناقصه حاجه بس هو عند ربنا هيعوضه ان شاء الله. هيعوضه ان شاء الله في جنه نعيم. هيعوضه ان شاء الله في جنه نعيم.